السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية إيكول شاذلي. لازلنا مستمرين مع درس التوازي والتعامد. نحن في الصفحة 17 من كتاب الجيد في الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. أقوموا تعلماتي. التمرين 16 يقول: أنقل الشكل على دفتري حيث ب عمودي على أ، أو نقول أ عمودي على ب بحال بحال. إذا كنرسمو المستقيم ب، كما كتشوفوا نجيو نديرو مستقيم بي، ها هو كما عندنا هنا هذا المستقيم بي، نديرو ا عمود عليه. ا عمود عليه كيفاش كتجيو؟ نجيبو نحطو قاعدة ديال المثلث على المستقيم الأول ونرسمو واحد الجزء من المستقيم العمودي، وكنكملو بالمسطرة بطبيعة الحال. كنجيو نكملو بالمسطرة ونديرو رمز ديال التعامد. هذا هو المستقيم اللي صابنا، هو المستقيم ا صغيرة. هنا قال لك أنشئ المستقيم سي المار اللي كيدوز من أ، هي أ هذه نسينا ما درناهاش، غنحطوها هنا فيما حطيناها ماشي مشكل، هي أ كبيرة. المار من أ والموازي لي بي، يكون كيدوز من أ وموازي لهاد بي، يعني عايش دايز هاك. الطريقة اللي تعلمنا هو أننا كنحطو المثلث، فهمت، بحال هكا، نحطو المسطرة من هنا، نحطو بعدا المثلث على القاعدة باش ميتحركش، نحطو على القاعدة بالضبط ميتحركناش، ونجيو نحطو المسطرة ونبداو نحركوه من تحت لفوق حتى كنوصلو لأ، فهمت. هذه طريقة. أنا بنفس الطريقة تاني كنقلبو المثلث وكنجيبو هذا من هنا. مثلا إلا بغيتي دير من اليمين تاني كنحطو المثلث مقاد هادي وكنبقاو طالعين حتى كيوصلنا للبلاصة ديالو، واضح؟ إذا هذه الطريقة. نرجع للطريقة الأولى، مسطرة منا والمثلث منا، ياك، نجيبو هدف القاعدة تبقى محطوطة ونحاولو نبركو على المسطرة باش متحركناش ونطلعو لفوق. من كنوصلو لهاد النقطة هادي شنو كنديرو؟ كتحط يدك على هادو بجوج باش ميتحركوش وكتسطر، فهمت. إذا هذا هو المستقيم سي المار من أ والموازي لبي، وكنكملوه بالمسطرة بطبيعة الحال. هذا هو المستقيم سي. قالك شنو كتلاحظ؟ ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين أ و سي؟ أ و سي متعامدان، أ عمودي على سي، نقولو أ عمودي أيضا على سي. كما شفنا بأن أ عمودي على بي في الأول كاع، راه تاني عمودي تاع على سي، فهمت. اذا هاد ا هذا كيما عمودي على بي، حنا صاوبنا واحد موازي لبي، اذا ا غيكون عمودي تاع، صاوبنا واحد اخر موازي ثاني لبي غيكون ثاني ا عمودي عليه. طبعا ندوزو للتمرين رقم 17. شنو كيقول لنا التمرين رقم 17؟ قالك الاحظوا الشكل، هذا الشكل هذا نشوفوا فيه، وحددوا باستعمال رمزين اما ديال التوازي ولا ديال التعامد المستقيمات المتعامده والمستقيمات المتوازيه واعللوا جوابي. هنا مثلا عندنا المتعامدة، نبداو بهم. مثلا جي اش، هاد جي اش عمودي على اش بي، جي اش عمودي على اش بي، هاو جي اش عمودي على اش بي. ثاني العمودي الاخر جي او عمودي على او او، جي او عمودي على او او، ها او او ها بلاصه ديال التعامد. ثاني نقولوا بان هذا اش بي عمودي على هذا دي او، اش بي عمودي على دي او، ها هو. ثاني نقولوا بان جي اف عمودي على دي او، جي اف عمودي على دي او، واضح. ماذا ايضا شنو عندنا؟ عاود نعلل الجواب ديالي بان مثلا كتقول او و جي، او جي مع اش بي متوازي، او جي يعني او جي، او جي مع اش بي، او جي يوازي اش بي،
هادي نعاودو او جي كيوازي اش بي. جي او عمودي على او جي. جي او عمودي على جي او عمودي على او جي. او جي اذا راه عمودي ثاني على اش بي فهو عمودي ايضا على اش بي. اش بي لانهما متوازيان، هادو متوازيان. اذا كان احدهما عمودي على الاول فانه يكون عمودي حتى على الاخر. هذا هو التعليل. ندوزو للتمرين رقم 19 نشوف 18 اولا. بعدا شوف شنو نطلب منا في 18. عاد ندوزو ل 19. 18 اش كيقول؟ ياك نقولو الشكل على دفتري هذا الشكل هذا حيث ا يوازي بي، ياك نقلوه نديرو ا كيوازي لنا بي. هاتي ناخذ ورقة مزيانة يعني كما كتلاحظوا ناخذ مستقيم ا، ها هو ا، ونديرو حداه المستقيم ب موازي دي. كيفاش قلنا كنصاوبوا ان مستقيم يكون موازي للاخر؟ نتابعوا معايا مزيان. كنجي نحط المثلث على القاعدة ديال المستقيم الاخر، ياك كما كتشوفوا دابا كنجي نحط المسطرة حداه. لي اساس عندي هو المثلث ماشي المسطره. المسطره خاصها تتبع المثلث، فهمت؟ نقاد المثلث عاد كنحط المسطر وكندير الازاحه شويه هكا فيما بغيت، وكندير مستقيم موازي للمستقيم الاول وكنكملو بالمسطره. هذا اش كيتسمى؟ هذا المستقيم بي. انا صاوبنا ا في الاول، هذا بي، ياك. شنو قالنا؟ هما متوازيين. قالك المستقيم سي، ارسم المستقيم سي العمودي على بي، يكون عمودي على هذا بي، العمودي على بي. ثم مستقيم سي العمودي على بي، نصاوب السي عمودي على بي. هات لاحظ نجي هكا كيما درتي، اما درتيه من هنا من تحت ولا درتيه من فوق، بحال بحال على حسب كيريحك المثلث. كنلاحظو السي ها هو العمودي على بي، هو عمودي على بي. شنو كتلاحظو؟ كتلاحظو انه عمودي حتى على ا. مادام ا و بي متوازيان، هذا السي عمودي على بي، غيكون عمودي حتى على ا كما كتلاحظو. ماذا استنتج بالنسبة للمستقيمين ا و السي؟ اذا ا و السي متعامدان ايضا، ا عمودي على سي ايضا. إذا ماذا نلاحظ؟ إذا كان السي عمودي على بي فإنه أيضا عمودي على أ. إذا ماذا تستنتج بالنسبة للمستقيمين أ و سي؟ أن سي عمودي أيضا على أ، فهمت؟ إذا عمودي على بي غيكون عمودي حتى على أ كما كتلاحظوا في الشكل المرسوم. ندوزو للتمرين رقم 19 نشوف شنو نطلب منا في التمرين رقم 19. لاحظوا جيدا التمرين 19 يقول: أتحقق أن النقط A و B و C مستقيمية. كيفاش غنديرو نتحققو؟ كيفاش كنديرو نتحققو؟ كنجيبو المسطرة بطبيعة الحال وكنتحققو، نحطو A و B و C نشوفهم واش كي واش عندهم نفس المستقيم ولا لا. نتأكدو هاهي A و B و C مستقيمية. هنا تأكدنا نعم. أحدد ثلاث نقاط أخرى مستقيمية، ثلاثة نقاط أخرى مستقيمية. نشوفوا هادو، نعم هادو تهما مستقيمين، سي أو، سي أو و جي، هادو مستقيمين. أرسم جميع المستقيمات التي تمر من ثلاث نقاط، فيما لقينا النقاط المستقيمين بينهم بمستقيم يجمع بيناتهم. ها هادو مستقيمية، ثلاثة أخرين تاني نشوف هادو واش مستقيمية ولا لا. نعم هي مستقيمية. هاد ثلاثة تاهما مستقيمين، نشوفو هادو واش مستقيمين ولا لا. نعم هاد النقط راها مستقيمية، نشوفو واش كاينة باقا شي نقط أخرى. لا هادشي اللي كاين، هادو هما النقط المستقيمية، حنا درنا لهم مستقيمات تمر منها. إذا كم عددها؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. عددها
عددها خمسة. خمسة. أحدد مستقيمين متعامدين فيهم. مستقيمين متعامدين باش كنعرفهم؟ كنعرفهم باش بالمثلث. هادو ماشي متعامدين، هادو متعامدين. كاين هنا علامة ديال التعامد. ماذا أيضا؟ شنو عندنا آخر؟ يعني هذا مستقيم او دي عمودي على دي اف، نكتبوها او دي، تقدروا تسميوه او دي ا عمودي على بي دي اف باش من، ولا نتحدوا عن النقاط البعاد فيهم، يعني ا او مع اف بي، ا او عمودي على اف بي، ا او عمودي على اف بي، هذه الراسه ديال التعامد. دوزو للهاء، قال لك ارسموا نقطه اش مستقيميه مع النقطتين او و دي ومع النقطتين ا و بي، يعني نوجدوا النقطه اش تكون مستقيميه مع النقطتين او دي، فين او دي؟ هي هذه، ومستقيميه مع النقطتين ا و بي، ا و بي هما هذ، يعني مادام او دي هنا فين غيتلاقاو؟ هي مع ا و بي هنا، اذا هادو مستقيميه وهادو مستقيمه، اذا هنا كتجي النقطه اش، ما كاينش امكانيه اخرى، اذا النقطه اش غتجي متطابقه مع النقطه ا فوق النقطه ا، واضح؟ ندوزو دابا لادعم مكتسباتي تحت، هادو جيده. ياك 28 انقل الشكل على دفتري، نقل هذا الشكل بالدفتر ديالك، يعني دير هذا المستقيم دي ودير فيه النقطة أ ودير فيه النقطة ب خارجه. قال لك أرسم المستقيم دي واحد، نصوبو دي واحد، الموازي لدي، يكون كيوازي دي يعني يجي هكا، والمار من بي يعني يجي من هنا ويدوز. نبداو به هو الأول، كما تعلمنا كنحطو الكوس على القاعدة ديالو على المستقيم، وكنديرو مسطرة هنا في الجنب، وكنطلعو. نبقاو طالعين حتى كتبان لنا النقطة بي، نزيدو شوية، باقينا شوية، هيا بانت النقطة بي، كندوز ستار ديالي، لاحظو مزيان، وكنكمل. هذا شنو من مستقيم؟ هذا مستقيم دي واحد، نجي هنا وندير دي واحد. ب قالك انشئ المستقيم دي جوج العمودي على دي والمار من ا، يعني يكون عمودي على دي والمار من ا، شوف هنا نجي ل ا، دير عمودي على دي والمار من ا، لاحظوا معايا مزيان، نكملوا الرسم، هو مار من ا وعمودي على دي، عيقولك شنو غتلاحظ؟ غتقولو بأنه عمودي أيضا تاع على دي واحد، ماذا أستنتج بالنسبة لدي واحد؟ فين هو دي واحد؟ هو دي جوج، هو هذا اللي درناه. أن دي واحد أيضا عمودي على دي جوج، دي واحد مادام عمودي على دي، ودي واحد مع دي متوازيين، إذا راه عمودي أيضا تاع على دي جوج، واضح؟ نمر الآن للتمرين رقم 21، لك ألاحظ المستقيمات وأحدد، ألاحظ المستقيمات التالية وأحدد، ماذا أحدد؟ وحدد لك المستقيمات المتوازيه، المستقيمات المتوازيه هادو ما متوازيش لان غادي يتلاقاو في واحد البلاصه هنا، هذا مع هذا ما متوازيش، اي هنا غيتلاقاو، هذا مع هذا ما متوازيش لان ما نهبطو لتحت كيضيقو، هاد كيضيقو تيتلاقاو، شكون اللي متوازي مع عمرو ما يتلاقاو؟ هو دي خمسة مع دي ربعة، دي خمسة يوازي دي ربعة، هادو اللي متوازيين. مستقيمات متعامدة كما كتلاحظوا، لاحظوا جيدا فين هما المستقيمات المتعامدة، هنا كتلاحظ كلهم ماشي متعامدين الا مستقيمين اللي متعامدين، هنا شكون هما؟ شوف مزيان، حدد لي شكون هما المستقيمين اللي كيشكلوا لنا زاوية قائمة، هو دي خمسة مع دي جوج، هنا كيشكلوا زاوية قائمة، ولا بغيتي تتأكد كتأكد بالمثلث لاش تيهم كيشكلوا زاوية قائمة، هادو بوحدهم اللي كيشكلوا لنا زاوية قائمة، هنا هنا
كما كتشوفوا هنا ايضا كيشكلوا لنا زويقه، ولكن هادو كاملا لا. هنا هو باقي لها الخوه هنا، هنا ثاني كذلك لجينا نحطوها هنا هاد الجهه هكا جينا نحطها هنا، يعني جميعهم ما كيشكلوا لنا الزاويه قائمه. هادو ثاني لا، الا هادو بوحدهم فين كتشكل لنا زاويه قائمه، هنا ولا هنا، كاملا باربعه كيتسموا مشكلين زاويه قائمه. فهمتوا؟ اذا شكون هما؟ هما دي 5 مع دي 2، دي 5 عمودي على دي 2 او العكس اللي درتي راه صحيح، دي 5 عمودي على دي 2 تكتب لنا دي 2 عمودي على دي 5 طبعا. نمروا الان التمرين 22 والتمرين الاخير في هذه الصفحه، نشوف شنو مطلوب منا. نلاحظوا المرحله الاولى شنو كيقول لنا، قال لك جو كومونس بار تراسي لا دروات دي بيربونديكولار ا دي 1 عمودي على دي 1 كي باس بار ا ومره من ا. اذا كنلقاو بان دي 1 عمودي على دي، حنا نرسموها. اذا غنبداو بالدي 1 والنقطه ا، هي اول حاجه غنديرو هي دي 1، ها هي دي 1 وهي النقطه ا ياك. شنو قال لنا؟ قال لك رسمو دي جو كومونس بار تراسي لا دروات دي المستقيم دي المار العمودي على دي 1 والمار من نقطه ا. اذا عمودي على دي 1 باش خصنا نديرو، خصنا ناخذو المثلث ونديرو الازاحه حتى نوصلو للنقطه ا وعاد نسطرو سطرو الخضر بطبيعه الحال خضر ونكملو. هذه هي مستقيم دي كما عندنا هنا. ندوزو للمرحله الثانيه نشوفو شنو مطلوب منا. قالك جو تراس اونسويت، نصاوب من بعد نرسم من بعد لا دغوات دي واحد. لا لا هنا غلط، لا دغوات دي جوج كتبو صحوها كاملا. هذه راه لا دغوات دي جوج اللي غنصاوبو، دي واحد اصلا راه مصاوبه. اذا غنصاوبو دي جوج بيربونديكولار على دي اللي عموديه على دي كي باس باغ ا اللي كدوز من ا، بحيث ان دي جوج عمودي على دي. اذا غنصاوبو، اذا كيفاش غنديروها؟ عمودي والمار من نقطة ا، هذا هو دي جوج. هذا دي جوج كيما كتشوف هنا. ندوزو ل ثلاثة، قالك لي دغوات دي ان اي دي دو، قالك المستقيمات واحد و جوج راهم متوازيين، سون باراليل، هم متوازيين كيما كنشوف دي ان اي دي دو متوازيين. و هادي صفحة 17 كملناها انتهى.